عدة مناطق. نعود أيضا إلى ضيفتي الكاتبة الصحفية سناء الجاكم التي تنضم إلينا من باريس. أيضا لنقف معك سيدة سناء على قراءة على هذه الكلمات، سواء لمندوب الإسرائيل في مجلس الأمن الدولي، وأيضا كلمة المندوب الفلسطيني. مجددا مساء الخير لحضرتكم وللمشاهدين الكرام. بداية، سبب دعوة لهذه الجلسة في مجلس الأمن هي كل ما يحصل في غزة هذه الأيام. فإسرائيل التي ألهت العالم بحربها مع حزب الله في لبنان مدت يدها وبدأت حرب إبادة جديدة في غزة. لهذا السبب كانت جلسة مجلس الأمن، لأن ما ارتكب الأسبوع الماضي في غزة كان يفوق الوصف لجهة الإبادة والإجرام بحق الشعب الفلسطيني، بينما حماس لا تزال على حالها وفي مكامنها كما كانت دائما، ويموت الشعب الفلسطيني. الكلمة التي ألقاها المندوب الإسرائيلي وقال أنه يحترم القانون الدولي، لا وجود القانون الدولي في كل هذه الحروب التي تشن، وكذلك عندما يقول الأمريكيون أنهم يريدون الحفاظ على المدنيين، في حين أن هذه الحرب سواء في غزة أو حتى حاليا في لبنان بدأت تطال، لا تطال إلا المدنيين، يعني انتهت الآلة العسكرية من القادة لحزب الله وبدأت بالمدنيين. إسرائيل يعني تستهدف المدنيين بشكل مباشر في هذه المرحلة تحديدا في غزة، وهي والعالم أنظاره موجهة إلى لبنان، وكل الكلمات التي قيلت وبعضها يعني عندما يتطرق للمعاناة الإنسانية لأهل غزة يعني يوجع القلب، ويعني يتجاوز حدود التصور لما يمكن أن يرتكب عقل الإنسانية من جرائم. ولكن حتى الآن مجلس الأمن لم يستطع أن يوقف كل ما يحصل في فلسطين منذ سنة وأكثر، نحن دخلنا في العام الثاني، ولا تزال ترتكب المجازر بحق الأبرياء، ولا يمكن أن يسفر شيئا ما مفيدا عن هذه الجلسة مع الأسف، إلا تسجيل مواقف تحفظ للتاريخ ربما. طيب، نعود أيضا إلى طبيعة الشكوى التي قدمت من قبل لبنان اليوم ضمن مجلس الأمن، يتحدث فيها عن الانتهاكات الإسرائيلية برا وجوا وبحرا على البلاد، استهداف أطقم الإسعاف، استهداف مواقع للأمم المتحدة. كيف ينظر إلى مثل هذه الشكوى؟ يعني هذه شكوى تضاف إلى شكاوى عديدة تسجل من لبنان ضد إسرائيل. صحيح أن إسرائيل لا توفر أي وسيلة تدميرية في حربها ضد حزب الله، لكنها تأخذ الأبرياء في طريقها. هذه الشكوى يمكن أن تكون ذات فعالية لو أن في لبنان دولة تعيد تصويب الأمور، تعيد الإمساك بقرار الحرب والسلم، وتفرض على حزب الله أن يلتزم بقرار الدولة وأن يطبق القرار 1701. الآن يبدو أن الأمور تجاوزت كل هذه الطروحات، هناك حرب، يا قاتل يا مقتول، كل فريق لا يستطيع أن يتنازل ويتراجع، بالتالي لا تقدم ولا تؤخر هذه الشكوى شيئا إلا أنها تدرج في السجلات. المشكلة اللبنانية لا تزال معقدة، تحديدا لأن حزب الله لا يزال مصرا على القتال، ليس لأنه صاحب قراره، ولكن لأن إيران حاليا بحاجة إلى هذا القتال لتحسن أوراقها التفاوضية ولتحمي نفسها بشكل ما من أي يعني من أي تطورات على الساحة الإقليمية. الوضع مأساوي وإلى تصاعد مستمر، ويعني إسرائيل لن تخفف من وتيرة اعتداءاتها اليومية ولا توفر أي يعني أي هدف ممكن أن تصيبه، حتى ولو قضت على كل ما حولها من مدنيين من خلال إصابة هذا الهدف، كما شاهدنا في شمال لبنان في بلدة أيتو، أو حتى عندما استهدفت في بيروت تحت ذريعة القضاء على مسؤول العلاقات العامة، ليس مسؤول العلاقات العامة، الحاج وفي صفا، وقتلت من مدنيين في منطقة سكنية مكتظة
بس يعني بالنازحين هذا إضافة إلى السكان. لا وجود حاليا لأي شيء يمكن أن تثمر عنه الدعاوى المقدمة ضد إسرائيل في مجلس الأمن. المطلوب تحرك جذري وفعال في لبنان، يعني حتى ينظر المجتمع الدولي إلينا على أننا دولة قادرة على القيام بواجباتها، وأنها دولة قادرة على وضع تعهدات والالتزام بها. حتى الآن هذه ليست الحال، وإسرائيل تواصل استبدادها وتقول أنها تبحث في التفاوض ولكن على وقع اطلاق النار، وهذا امر له يعني تبعاته التدميريه التي يعني نعم. اللي يخاف منها اللبنانيون. شكرا لك من باريس الكاتبه الصحفيه سناء جاكلا جميعا.